or nothing. I searched the whole land in all directions and found no signs of treasure there. That's it. This means we've killed the owner of the land in vain. Please, Laura, don't get on my nerves anymore. You're thinking about killing a man that has no value at a time you have to think about our failure. You are scaring me, Barry. Shouldn't I think about killing a man and seizing his land for nothing? Think of our failure above everything else. Will you stop drinking while I'm talking to you? I've got no reason to make me stop drinking, darling. Your behavior is unbearable today. I'm going to leave you alone. Laura, wait. I'm not going to wait for someone who got the two of us involved in a lost case. Add to this that he's forgotten how to address a woman courteously. أنا إن شاء الله ما بتأخر فياض. لوين يا أغا؟ بدي أروح زور القنصل. بس اليوم عنا شغل كتير. شو ما كان يكون فيه أجل. فهمت؟ فهمت يا أغا. يلا يا ولد. تفضل يا اخ. بدي اكل. اذا كان الاكل عندكم جاهز. نحن على طول الاكل جاهز عنا. تفضل اهلا وسهلا. يا هشام. مري يا ست. شوف الاخ شو بحب ياكل. حاضر. شو بتحب تاكل يا اخ؟ الموجود عندكم. حي الله شيء. تكرم على عيني. طالع اغراض العرس لفوق سهيل. حاضر يا ست. يعني كل شيء تمام. كثير منيح. موسيقى
بعتي لي سهيل. عمي انت بتعرف انه انا بحبك وبحترمك كتير، بس ما رح اسمح لهالحب انه يزلني ويكون على حساب كرامتي. لا 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 يا بنتي، خير ان شاء الله. منين بده يجي الخير؟ انت بتعرف انه انا وافقت اتزوج ابنك وتنازلت كرمالك بس لاني بحترمك كتير يا اغا. بس مو معقول ضل عايشه مثل السجينه بين اربع حيطان، كل ما طلعت لبرا لحتى غير جو بحس كل العيون عم تترصدني وتلاحقني. مو بسطن يا بنتي. يا عمي انا ريلي بحبك بس ما عاد فيني اتحمل، بدي خبر اخي وليام باللي عم بيصير. طولي بالك يا بنتي، طولي بالك وبوعدك كل الامور تنحل. امتى؟ واذا قلت لك كرمالي؟ خاطرك عندي كبير وكرمالك مستعد اتحمل كتير. غالية يا لورا غالية. الرجال اللي وراك احفظهم منيح. شفته وحفظته. شبه هذا اللي بيوم الايام قتل رمو. رمو اللي حكيت لك عنه. ادي بسيطه، اليوم بينتهى امره. اهلا وسهلا. باعتبارك اول مره بتزورنا بالمطعم، اليوم المساء عازمك على حفله عرس رح نساويها هون، وكل الموجودين رح ياكلوا ويشربوا ببلاش، ويا ريتك تكون انت من الموجودين. وليش لا؟ بتشكرك على الدعوه يا اخ، وانا ممنون لك كثير. الحقيقه انا سمعت كثير عن مطعمكم هذا، بس يا خساره ما حصل لي الشرف لهلا اسهر فيه. بس تجي اليوم بتشوف شيء يعجبك. اكيد جاي، بس ما قلت لي مين هي العروس ومين هو العريس. طالما اليوم المسا جاي، المسا بتعرف كل شيء. ان شاء الله الف مبروك. صحتين وعافية. سعادة القنصل، أنا فكرت باقتراحك منيح ووصلت لنتيجة إنه كل اللي تفضلت فيه وحكيته بلقائنا الماضي كان صحيح. وشو كان قرارك بالنتيجة برهان بيك؟ أنا موافق على الاقتراح سعادة القنصل. بمقدار سعادتي بموافقتك على الاقتراح. أنا سعيد بنفس المقدار على السرعة اللي اتخذت فيها القرار. وحتى ما تشغل بالك بأي أمر آخر، بحب أقول لك برهان بيك كونجراتوليشن، مبروك. مو بكير شوي على تهانيك يا سعادة القنصل؟ بالعكس، عابد آغا إذا حط ثقته بإنسان بيعطيه الحق يتخذ عنه القرار بغيابه بدون علمه. يبدو كلنا نعطيك الحق، هو حق ما بنعطى لحي الله صديق. أنا أشكر لكم حسن ظنكم فيني. سعادة القنصل، شو برأيك لازم أتصرف أنا هلأ؟ الأمر برهان بيك ببساطة، أنت لازم تعمل زيارة لقصر عابد آغا وتحطه بالموضوع وترك الباقي علي. تحت أمرك سعادة القنصل. برهان بيك، I'm really delighted for you. Congratulations. شكرا. عن إذنك سعادة القنصل. قرب يوصل، شو نساوي؟ لفف المطعم. مرحبا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، كنت واقف عم استناك.
ما راح فوتك من هذا الباب، انت واجبك كبير، راح فوتك من الباب اللي وراني. ايه يلا. نزله واربطه بحنطور بشير آغا. ليش هيك عملنا سهيل؟ ليش قتلنا؟ انتي امرتي بقتله يا ست. واذا انا امرت بقتله انتي ليش وافقت؟ ما بعرف. احنا غلطنا مو هيك؟ لا ما غلطنا يا ست. ميت مرة قلت لك لا تناديني يا ست. ناديني هبة، ناديني شيطانة، ناديني أي شيء، بس لا تناديني هلأ يا ست. هيك عم تحسسني إني قتلته لحالي. اهدي هبة، اهدي. هذا المجرم مثل ما حكيتي لي عنه بيستاهل القتل، كل الأزوك بحياتك بيستاهلوا القتل. أنا لا تفكريني غاوي قتلوا دم. أنا يوم من الأيام قتلوا لي اللي بحبها، وقتلوا لي حبي الوحيد اللي بحياتي. طول عمري كنت أقول مثل ما في بالسماء عدالي لازم يكون في بالأرض عدالي. صحيح أنا لا محكمة ولا قاضي، بس لما ما يكون في محكمة ولا قاضي إن الحق ناخد حقنا بيدنا. مشان ما تنفري مني، أنا ما قتلت قاتل رمه بإيدي. يلي جايين ما رح قتلهم بإيدي، أنا عندي من يقتلهم بشارة من أصبعتك بس. أنا خايفة سهيل، خايفة. لا تخافي طالما أنا جنبك. لا تروح سهيل، خليك جنبي.
أعوذ بالله. أرغم يا أرغم. شبك دردون شوفي. تعال شوف الشوفة يا أغا. العمى شو هاد؟ وأنا طول الطريق امبارح ونحن راجعين من المطعم عم قول ليش هالحنتور ما عم يشد؟ أتاري جارين ورانا حمولة زايدة وما ندر يعني؟ مين هاد؟ ما عرفت، بس بدي أعرف مين عامل فينا هالعملة. قاتل قتيل وبده يلحش بظهرنا. لا تكبر القصة كثير، هذا اللي قاتله قاتله بالليل جنب المطعم، مو عرفان وين بده يروح بالجسة، قام ربطها بالحنطور تبعنا. أغا شو بدي أعمل فيه؟ احفر له شي جورة واطمره فيها، وإذا حدا سألنا عنه مندله عليه. إيه شو بدي أشتغل حفار قبور أنا بآخر زماني؟ أعوذ بالله على هالشوفة. اسمعيني أنت وياها منيح. قسماً عصماً. إذا حدا بيتدخل بحياة الست لورا أو بيسألها أي سؤال غير أصله لسانه، ما حدا منكم بيسألها وين راحت وين إجت وين كانت، مفهوم؟ الست لورا بتطلع إمتى ما بدها وبتفوت إمتى ما بدها على البيت، وهذا البيت وكل شي فيه بده يمشي تحت أمرها، فهمتوا؟ طلعي انت وياها. غالية يا لورا غالية. Dear Elizabeth, I may go back to London soon. We'll certainly meet. I'll be then flowing with the many painful memories. The whole thing wasn't only painful, but was also too hard and misfortunate. It hurts me so bad. Barry did nothing for me more than subjecting me to a long-term hypnotism. Everything around was so disgusting, but I feel that the coming days will bring new sorrows for me and may even lead me to the verge of madness. Since you've been gone, I've been worried and grieving my life alone. But someday, baby, I've warned you 100 times not to go to that damned place. There's no place in our life for bad memories. Christine, there's one thing you must understand. This dirty skull of yours must have no place for anything apart from our own interest. From now onwards, you're not going to leave this house. And if you ever dare to do it, you will regret it. Out! والبيت منور بصحابه يا أغا. الله يخليك، تفضل. أفضلت يا أغا. شرف. شرفتنا يا أغا. شرف الله مدارك. فكرت بكل شيء وتسألت بيني وبين حالي يا أغا، ليش وصلت الأمور بيني وبينك لهالحد؟ ليش صار هم كل واحد منا ينطر الثاني على غلطة ليعلم عليه ويهينه؟ شرف، وبصراحة ما لقيت جواب، لأنه نحن الاثنين كنا غلطانين وخجلت من كل هالشي يا أغا. يلي عم تفكر فيه يا أغا أنا دائما عم فكر فيه، وبتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه تكون زيارتك هي إلنا فاتحة خير ننسى فيها الماضي ونفتح صفحة جديدة. بالضبط يا أغا، هذا اللي لازم نركز عليه ونسعى له. أنا جايك بقلب مفتوح وصدر مسامح وإيد ممدودة بعيدة عن الغش، ومنشان كون معك عملي ومخلص وعم تحسن ظنك فكرت إني متل هالصداقة والمحبة بيناتنا وأسعى لقرابتك وأطلب منك إيد كريمتك فضة
زوجة إلي. شرف كبير إلي هيك زواجي يا أغا، وبتمنى ما تختني. وأنا بالمقابل بتشرف بنسيب مثل حضرتك، بس بترجاك تعطيني شوية وقت لفاتح أهل البيت بالموضوع. طبعا يا أغا طبعا، وإن شاء الله ما بيصير إلا يلي بيرضيك، وأنا رح ضل عايش على هذا الأمل. يا أهلا وسهلا، تفضل على الغداء. وهي أول مرة أنا وحضرتك بنقعد على طاولة واحدة. إن شاء الله ما رح تكون المرة الأخيرة يا أغا. يا أهلا وسهلا فيك. تفضل. شرف. ولهالسبب ما تمكنت تأجل زيارتك لبكرة الصبح وجيت لعندي فورا. هو قليل هالسبب يا سعادة القنصل. أنا لما سمعت بالخبر صدقني ما بعرف كيف وصلت لهون، ماشي مثل الأعمى. أنا مقدر حالتك يا أغا، بس هو قال لك إنه إيده ممدودة إلك مو هيك؟ إيه نعم، هو هيك قال لي وأنا هيك قلت له. كنا عم نضحك على بعض لأنه نحن كاشفين وراء بعض وفاقدين الثقة ببعضنا من زمان. الأمر بسيط يا أغا، بسيط جدا. نحن منخليه مد إيده وبنقص له إياها وبتخلص القصة. كيف يا سعادة القنصل؟ ممكن تفهمني؟ برهان بيك طلب إيد الآنسة فضة، مو هيك؟ إيه نعم طلبها. نحن بكل بساطة يا أغا رح نجوزه إياها. برهان بيك طلب فضة لحتى يجرجرها وراه ويزلها، ويجرجرني أنا كمان وراها ويزلني إذا وافقت على زواجها، وإذا ما وافقت فرح يعتبر هذا سبب لحتى يشن علي حرب جديدة. أرجوك يا عبد أغا تسمعني، أرجوك. برهان بيك حسب معلوماتي عزابي وعنده قطاعية كبيرة ما له وريث. إذا تزوج رح تكون زوجته هي الوريث الشرعي والوحيد. فهمت المغزى عبد أغا ولا كمل؟ طالما سكتت رح كمل. أنت إذا زوجت الآنسة فضة لبرهان بيك رح تحقق اللي ما لا قادر تحققه بمئة سنة لقدام. بعدين يا أخا لا تنسى نحن رح يصير عنا أحفاد مشتركين وهن أحق بهيك ملكية. بس كيف بده يصير هالشي يا سعادة القنصل؟ ولحتى يموت برهان أخا؟ طبعا أعطينا عمر لحتى يموت. ما رح يطول يا أخا، ما رح يطول. كيف؟ وجوده أصبح عقبة بوجه السياسة الإنجليزية، وإذا ما توفاه الله لوحده نحن رح نضطر نقوم بهالواجب. يعني بقدر أخذ كلامك هاد عن محمل الثقة؟ كل الثقة يا عبد أخا. مع السلامة. الحمد لله على السلامة يا عمو، اشتقت لك كتير، قلت لحالي بستناك. اشتاق لك العافية. وين حليمة وفضة؟ حليمة بغرفتها وفضة بغرفتها، ورشاد مسافر. أنا حاسة البيت بدونك فاضي وماله معنى. غالية يا لورا، غالية. خير بشير آغا، الناس كلهم راحوا. بعرف. ناطر حدا؟ لا أبدا. صباح الخير هبة؟ قصدي الست هبة. نعم بشير آغا، عندي كلام كتير وحابب قلك ياه. تفضل. هي كلمة واحدة بس. عم بسمعك. عم إذنك. تفضل.
لا يا دام الآن ما بقى في مكان بقلبك للحب. الحب بيضعفك. لازم تكملي المشوار مثل ما بديتي، بدون مشاعر وبدون قلب. ايري، you must find some way to convince her to marry you. Christine's stubbornness and her dirty memories may destroy everything we built. I did my best. I'll try again. Do anything you wish. But remember, if we fail, everything will be pulled down over our heads. قولي لك كلمة يا حليمة، ليش ساكتي؟ شو بدي أقول يا أخ؟ هلا ما بقى تعرفي تقولي ولا كلمة؟ قولي أي كلمة. اللي بدي أقوله يمكن ما يعجبك يا أغا، لهيك رح طلني ساكتة أحسن. لا لا قولي، رح أسمعك. بنتنا فضة صغيرة على برهان أغا، وحرام نجوزها هيك جوازي. وغير هيك شو في عندك؟ وبيقولوا الناس كمان إنه برهان أغا ما بيجي أولاد. أحسن، إن شاء الله عمره ما أجا. وغير هيك شو في عندك؟ خلص ما عاد عندي شي اقوله غير هيك. بسيطة. اسمعيني يا حليمة، بالنسبة لفضة، ما هي أول بنت وآخر بنت بتتجوز رجال أكبر منها بالسن؟ وبعدين بتعرفي مثل ما بعرف أنا إنه برهان أغا ناويلي على الشر من زمان، وما لقيت طريقة وقفوا فيها عند حده إلا بهيك جوازي. بعدين بدي خبرك، أنا وافقت وبعت لبرهان آغا لحتى يحدد يوم العرس. I never met a woman whose heart resembles mine except for you. I never feel I'm alive except when I'm close to you. I'm not bothered about all these words, Barry. Please, keep quiet. You've lost a man who was close to your heart. But I don't want you to let your heart transform into a stone. I'm asking you only for this. I'm not listening to you. You won't be able to bear the burden of your heart alone. I'll be at your beck and call if you let me share this burden with you. I'll marry you, Christine. You really know how to irritate me, Barry. I'm not going to listen to you. You will listen to me in spite of yourself. I hate any woman who regards herself better than me. You don't have the right to behave in such an impudent manner. Let go of my hand, Barry. Don't touch me! I've been tortured enough trying to express my love for you. It's such a hateful love. But it's tearing my heart to pieces. I'll marry you, Christine. I'll marry you tomorrow. You're disgusting me. I'm not going to marry you neither tomorrow nor at any other day. I've already given all what you want to another man. But I'll still marry you. For that man is dead. In this case, you'll only have my body. Nothing more than a corpse. And you'll be nothing more than a dirty bastard. شو فياض؟ عملت حساب كل شيء؟ عملت يا أغا. ما بدي مفاجآتها، يعني ما في غلطة ولا عذر مقبول. اطمن يا أغا، كل شيء تمام. اعمل لي قائمة بأسامي الضيوف الكبار، وهدول بتحط لهم طاولات خاصة لوحدهم وما بتخلي حدا يقرب صوبهم. عملت يا أغا. قديش برأيك رح يكون عدد المدعوين وعدد الناس اللي بدهم يجوا بلا دعوة؟ عدد المدعوين حضرتك بتحدده، أما غيرهم ما رح نعرف عددهم إلا بليلة العرس. قد ما يكون عددهم يكون، المهم أنت بتحضر أكل وشرب يكفي لألف شخص. ما بدي حدا يطلع من العرس زعلان أو ما شبعان حتى لو كان شحاد. بدي الكل يروحوا من هون هن مبسوطين وعم بدعوا لي.
أمرك يا أغا. وصيت على الطبل والزمر؟ وصيت يا أغا. أنت بتعرف ليش عم بسألك كل هالأسئلة وبعيدها؟ بعرف يا أغا. ليش؟ لأنه حضرتك بدك عرس ما صار لا قبله لا بعده يا أغا. وأنت مسؤول عن كل هالشي. أمرك يا أغا. ممكن أعرف إمتى العرس مشان أتصرف؟ خلال هالشهر هاد، بس ما بعرف أيوم بالتحديد. لازم اتفق أنا وعابد أغا، وبس نتفق بخبرك. الله يتمم على خير يا أغا. بالإذن منك هلأ أنا رايح رتب كل الأمور. إجا بشير أغا؟ طبعاً إجا يا ست. إيه صاير فيه إنه أول شخص بيجي وآخر شخص بيروح؟ وشو رأيك فيه؟ رأيي أنا؟ رأيي مانو مهم، رأيك هو المهم. رأيي بشو؟ ببشير آغا. يعني قصدي أسألك إنه بلشتي تحبيه ولا؟ هيك شطيتي لبعيد كتير كتير، وأنا ما سألتك رأيك مشان هالشي. لكان مشان شو؟ عم بسألك مشان أعرف إذا بتزبط اللعبة مع بشير آغا ولا لا. لعبة شو يا هبة؟ هلأ ناديتيني صح، شان هيك اسمعيني منيح. أنا من زمان تقرر مصيري وانتهى، أني أعيش بقية عمري بلا حب وبلا رجال. الرجال الوحيدين اللي لازم يبقوا بحياتي هن الرجال اللي عذبوني وقهروني، ولازم انتقم منهم وقهرهم مثل ما قهروني. وبشير آغا، كل ظني انه بلش قلبك يرتاح له. هيك تهيألك، مشان هيك سألتك شو رأيك فيه. بدي أعرف إذا كان بشير آغا على مستوى أنه ينقال عنه هذا بيحب الست هبة وما بعيد توصله لجنان. ما تحكي هيك يا هبة، بترجاكي ما تحكي هيك. انت هيك عم بتخوفيني منك وعم بتخوفيني عليكي. قولي يا لالي، قولي، قولي اني مجنونة. انا مجنونة فعلا. ليش مين مر باللي مريت فيه وما جن؟ تذكري منيح، تذكري اللي صار فينا، وتطلعي حواليكي بتلاقي العالم كله مجنون. واذا بدنا نعيش فيه لازم ناخذ نصيبنا من الجنون، لازم. بس كل هالشي ما بيبرر لك انك تلعبي بشخص مهذب وبيحبك مثل بشير آغا. هذا ظلم، وظلم بشع كمان. لالي لا، بدي احكي، بدي احكي كل اللي عم فكر فيه، حتى لو زعلتي، لو قلعتيني من بيتك. بشير آغا طيب وانسان، وما بتلاقي مثله بين كل شباب المنطقه، وما بيستحق. حرام حرام تغلطي معه هي غلطه كبيره. عم تحكي عنه كانك بتعرفيه قبل هلا. طبعا بعرفه قبل هلا. لما كنت اشتغل عند القنصل الانجليزي رحنا لعندهم على الضيعه، وكانت كريستين معنا كمان، وقضينا عندهم كم يوم بالبيت. ليش؟ ليش وين بيته؟ كنت مفكرته ساكن بالمدينة. لا، بيته بالضيعة، وأبوه زعيم المنطقة كلياتها. مين أبوه لالي؟ ليش ما بتعرفي مين أبوه لهلا؟ لا ما بعرف، ما سألت عن هالشي. أبوه عبد أغا يا ست، ولما سمع إنه أبوه هجم على المطعم وحاول إنه يحرقه جن جنانه. هبة شبك؟ شو صار لك؟ ليش ما قلتي لي؟ ليش ما قلتي لي إنه أبوه عبد أغا؟ ليش؟ ما حسيت إنه الموضوع مهم، وما ظنيت أصلاً إنك أنت ما بتعرفي. عبد أغا، عبد أغا وصل كل البلا. هو السبب باللي صار فيني من الأول، هو السبب بموت أخي منير، هو اللي بعت رجاله مشان يخطفوني وحاول يعتدي علي وقلعت له عينه، هو اللي أمر رجاله شلحوني بالبرية. لما لقيتوني بالطريق كنت جاي من تحت سكاكينهم، من تحت سكاكينهم. ما كنت بعرف انه عابد اغا هو اللي عمل كل هالشي، و
وانتي ما قلتي لي. لو قلتي لي كنت نبهتك وما كان صار كل هالشي. تركيني تركيني لوحدي، انا ماني نازله تحت اليوم. تركيني تركيني. لا تتعبيني معك يا فضة، أبوكي وبتعرفي عنيد وما بيتراجع عن رأيه. بس هي عيشة عمر يا أمي. بعرف يا بنتي بعرف، بس إن شاء الله برهان أغا يطلع في خير ويعيشك عيشة مرتاحة مثل عيشتك. لا تصدقي ليش روحاتي يا بنتي، بعدين جيلنا نحن غير جيلكم انتو. منشان هيك لازم نتعلم منكم. بعرف انه الحياة اللي عشتيها فيها عز وجاه، بس فيها مشكلة واحدة، انها بتشبه الموت. خلص بلك تحكي. ابوكي قرر وعطى كلمة وانتهى الموضوع. وانتي يا امي هذا رأيك؟ طالع بإيدي أكثر من هيك. الله يكون معك يا بنتي. I never imagined she'd have that much sadness in her eyes. She even refused to let me bring some pleasure into her heart. What about marriage, Mary? Did you ask her? It seems to me she's put that thought out of her head completely. She doesn't want to marry anybody so that she won't lose her dream. Consequently, sir, she won't lose the memory of Munir that's remained alive inside her. This is absolutely nonsense, Barry. Perhaps it is, but it's the truth, sir. Christine is unable to recover from Munir's love even after his death. I'll have to deal with this matter in a decisive way. I'll put an end to this farce as soon as possible. Barry. Yes, sir. Get ready to marry Christine. Even if it was by force. لالي وين الست هبة؟ ليش ما اجت لهلا؟ الست هبة تعبانة شوي، نايمة بالفرشة، ما رح تقدر تنزل اليوم. وبعدين معك يا آغا، لأيمتى رح تضل على هالحالة؟
أيها العريس بيري، هل تريد هذه العروس كريستين زوجة لك؟ رواحي على الحصى برواحي، هجومي وسيف الصبح لاحي.